بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. زي ما تعودنا مع بعض كل يوم حد وأربع بنكون مع بعض من 8 ل 9 ونص عشان نتناول أهم الأخبار اللي حصلت على الساحة الرياضية في الألعاب الأخرى. نص حلقتنا الأولاني بيكون مجموعة من الأخبار، والحقيقة إحنا ما عندناش أخبار كتيرة، كلها أخبار إقليمية يعني المحلية قليلة، الإقليمية أكتر لأنه خلاص فرقنا كلها خلصت المشاركات المحلية، ويبقى مشاركات المنتخبات، مشاركات إقليمية لفرقنا الكبيرة، ولكن يعني ما عندناش الكثير منها، ولكن في المهم، ولكن ما فيش منها كتير يعني. النص الثاني عندنا فقرة حوارية. دايما بتبقى كرة الطائرة في النادي الأهلي عند الميعاد، ودايما ليهم وضع خاص سواء رجال أو سيدات بالنتائج وبالأرقام، ودايما النادي الأهلي عنده ثقة كبيرة في اللعبة دي بالذات أو الفرع ده جوه النادي الأهلي بالذات، ويمكن دايما بيشبهوه بكرة القدم في إنجازاته وبطولاته، ولكن فريق الناشئين أيضا هو امتداد للفريق الأول، فلابد أن احنا نبقى حاطين الضوء على مستقبل النادي الأهلي في الكرة الطائرة. مفيش أي قلق من أي نوع على مستقبلنا سواء في الرجال أو السيدات. كنا استضفنا مع بعض فريق 18 سنة أو 17 سنة للكرة الطائرة، وأنهم حصدوا بطولة المنطقة والقاهرة. النهاردة يكون معانا إن شاء الله أبطال الجمهورية أيضا لفريق 15 سنة ناشئين للكرة الطائرة، والجميل أن في مجموعة من اللاعبين دول بيتصعدوا تحت 17 وتحت 19 والدرجة الأولى، يعني لعيبة بتلعب منهم من هذا الجيل أو هذا الفريق متصعدين لأربع مراحل سنية 17 و19 وأيضا الفريق الأول، بالإضافة طبعا لفرقتهم تحت 15 سنة. هيكون معانا كابتن نشأت طلعت المدير الفني للفريق، وهيكون معانا كمان اللاعب مصطفى أيمن فؤاد عبد السلام، وأيضا اللاعب حمزة الصافي ابن النجم الكبير كابتن حمدي الصافي، وأيضا اللاعب زياد أحمد، كلهم نجوم هنتكلم معاهم وهنتكلم عن بطولة الجمهورية ومشوارهم فيها، وكمان هنتكلم عن طموحاتهم ومشاركتهم مع الفرق الأكبر منهم. عندنا إن شاء الله حلقة يكون فيها كلام كتير. خلينا نرجع لحلقتنا، وأحب أبتدي بمباراة أمس، مباراة أمس ليفربول وريال مدريد، والحقيقة عندنا بعض العبر والدروس اللي الحقيقة بنستفاد منها من هذه المباراة. دايما ما فيش حاجة بتعدي، والحقيقة أنا شخصيا كنت بحاول يعني أجتهد إن دايما ما فيش مباراة تعدي أو حدث كبير يعدي رياضي سواء في كرة القدم أو في الألعاب الأخرى اللي ما بناخد منه عبرة، والعبرة دي تعمم على كل شيء. يمكن امبارح صلاح عمل مباراة رائعة، الراجل يعني خمس ست فرص بين الثلاث خشبات، ولكن التوفيق وعدم التوفيق في كور مليمترات يمين شمال كان صلاح قدر ان هو يحقق اللي هو عايزه. يعني عايز اتكلم في الاعداد النفسي لصلاح قبل المباراة، صلاح عد نفسه ازاي قبل المباراة سواء ما قبل المباراة واثناء المباراة وفترة التسخين، وشفنا يعني قدر التركيز الكبير اللي كان في صلاح. ده درس كبير، انت مهما كبرت ومهما كان اسمك كبير انت محتاج تركز زيك زي اي لاعب صغير، محتاج تستعد زيك زي اي لاعب صغير. اوعى ابدا تقول ان انا لاعب كبير هنزل العب بكل اريحيه، او لا ان انا اعلى من كره القدم او اعلى من اللعبه بتاعتي. محمد صلاح حتى تصريحاته اللي طلعت منه كانت تصريحات مقصوده، يمكن ده بيبقى فيه بعض التلاعب النفسي مع الفرق في المباريات الكبيره، هو اصبح يجيد ذلك. ولكن خلينا نتكلم في التركيز، صلاح امبارح كان يبدو عليه التركيز جيدا. هنخش النهارده لحاجه يعني من ضمن الامور الحقيقه اللي بنتعلمها، ولازم يكون عندنا الثقافه دي. النهارده جماهير ليفربول احتفلت بفرقتها، النهارده لفوا معاهم واحتفلوا بالرغم انه ما خدوش الكاس، ولكن هم سعداء بفرقتهم، سعداء بالانجاز اللي عملوه. النهارده صلاح بيوصل ثلاث نهايات ابطال الشامبيونز ليج في اوروبا، بيخسر اثنين ويكسب واحده، ولكن ليفربول حاسه بالجيل ده، حاسه بالجيل ده حط ليفربول فين. فالجماهير مبسوطه، مبسوطه بالاداء، مبسوطه بالرجوله اللي ادت بيها الفرقه امبارح بالرغم من الهزيمه. لازم يكون عندنا الثقافه دي، مش دايما يعني كل فرقه بتخسر لازم تلام. الرياضه توفيق، قد يغيب عنك التوفيق لاسباب لا تعلمها، واسباب متروكه للتوفيق في الملعب دي حاجه لا يملكها احد. فالجماهير هنا عندها وعي، وعي كافي ان فرقتها الحقيقه ادت دور كبير جدا، ولعبت مباراه كمان رائعه، ما فيش تاثير. يعني امبارح ليفربول من اول دقيقه من ساعه ما سنطروا الكوره وكوره يعني لعب الكوره طوليه عشان يبتدوا الضغط، هم رايحين يضغطوا على ليفربول من اول الملعب، فاذا هم كانوا نازلين بيلعبوا بكل رجوله. طبعا ده جانب المباراة امبارح، والجماهير يعني ليفربول الكبيرة اللي راحت امبارح الملعب واللي كانت سبب في تأخير المباراة نصف ساعة، ولكن يعني مباراة امبارح كانت فيها دروس وعبر كبيرة جدا. في بقى عبرة مهمة جدا، وشوفوا يعني اسم يعني هنتفرج عليها الفترة الجاية ونشوف. صلاح هيقف تاني، يعني دايما نقول انهض يا بطل وقف يا بطل، هو مش محتاج ده يتقال، هو عارف صلاح هيقف تاني وهيحاول تاني وهيجتهد تاني. اللحظات الصعبة أو اللحظات اللي بتعدي فيك فيها انكسار وهزيمة
هي دي اللحظات اللي بتبني المكسب. يعني صلاح ما كانش هياخد بطولة أوروبا اللي فاتت إلا ما كانش خسر اللي كانت بتاعت 2017 على ما أتذكر. يعني اللي أقصد أقوله إنه اللحظات الصعبة والهزيمة والخسارة هي دي اللي بتخليك أقوى وبتخليك تقدر بعد كده تفوز. فإذا صلاح اتفرجوا على الفترة اللي جاية، مزيد من التركيز، مزيد من المجهود. هو ده اللاعب، هو ده اللاعب الكبير اللي عايز يبقى كبير، بيدوس على أي حاجة وبيعدي وبيكمل وبيقوم. فالحقيقة أنا متأكد إن صلاح ده هيعمل، ودي رسالة ليه. يعني أنا عارف طبعا إن هو عارف الكلام ده، ولكن هي دي حاجة بتبقى دعم لاعب كبير زي محمد صلاح. حتى مصر بدون ما يشعر أو بدون ما إحنا نشعر، حتى مصر في حتة تانية خالص. حتى كل العالم امبارح بيتفرج على المباراة وبيسقف لصلاح، صلاح المصري، صلاح الكينج أو الفرعون، الملك الفرعوني. يعني كل هذه دعاية، ودعاية جيدة لمصر. قد إيه عندنا بطل ونجم كبير زي محمد صلاح. محمد صلاح لازم تقف تاني، مش عشانك، عشان في 100 مليون بيشجعوك وفي 100 مليون بيدعموك. مهم جدا ان انت تكمل وكمل في مسيرتك اطول وقت ممكن، عشان ده اكيد بيسعد كل جماهير مصر. طيب هنروح على مباراه بكره. مباراه بكره الحقيقه دايما بتكون اصعب ليله على جماهير النادي الاهلي، وانا واحد منهم. هي ليله المباراه، ليله مباراه كبيره زي نهائي افريقيا بكره ان شاء الله. الليله دي بتعدي على الجماهير الحقيقه ليله صعبه. كلنا ما بنعرفش ننام، كلنا بيبقى قلقانين من التوتر، كلنا بندعي، كلنا بنقول يا رب، كلنا منتظرين المباراه بكره بفارغ الصبر، وخايفين كمان. يعني قلق المباراه، وضع طبيعي جدا الجماهير تبقى قلقانه، ولكن كل الدعم وكل الثقه في جهازنا الفني واللاعبين. وياما فرحونا، وان شاء الله هم قادرين بكره ان يفرحونا. ودايما دايما رجاله النادي الاهلي بيكونوا في الميعاد في الاوقات الصعبه. وشوفوا التاريخ، مش انا اللي بقول، حتى الجيل ده اللي خد بطولتين افريقيا اللي فاتوا، دي لقطات من المسحه اللي اجريت للاعبين. انا عايز اقول لكم ان الجيل، انا مش هتكلم على الاجيال القديمه، انا بتكلم حتى عن الجيل ده، ده بالاضافه طبعا لاجيالنا القدام اللي احنا بنعتز بيهم واللي احنا ورثنا منهم بطولات كتير. الجيل ده كان على الميعاد، بطولتين افريقيا، بطولتين كاس عالم الانديه. يعني قصدي اقول لكم ان هذا الجيل ايضا قدم اوراق اعتماده. فان شاء الله بكره كلنا ثقه، دعم مجلس الاداره ودعمه للفرقه بكل اللي تم الفتره اللي فاتت، فده دعم كبير جدا بيسهل على اللعيبه مهمتها في ارض الملعب، وبيديهم جو ومناخ يقدروا يلعبوا فيه في حياديه وعدل داخل الملعب. اذا هي منظومه كامله، من اول مجلس اداره للجهاز الفني للاعبين للجمهور اللي هو العامل الاساسي، كل الدعم للفريق وكل الثقه في هذا الفريق وهذا الجيل. ان شاء الله يفرحونا بكره، وان شاء الله باذن الله تكون الثالثه باذنك يا رب، باذنك يا رب على التوالي، وال11 باذن الرحمن في تاريخ النادي الاهلي، لان النادي الاهلي الحقيقه يستحق. وخليني اقول لكم، النادي الاهلي في البطوله دي كان اكثر الفرق ثبات في المستوى، اكثر فريق عنده فنيات عاليه. فان شاء الله باذنك يا رب بالولا والقلم احنا اقدر بالفوز. ان شاء الله ينقصنا بكره ان شاء الله الاداء، وينقصنا بكره ان شاء الله التوفيق. ولكن ان بكره جمهور النادي الاهلي ان شاء الله يكون موجود، وده لقطات من المؤتمر مستر موسيماني النهارده اللي تابعناه على شاشه قناه النادي الاهلي، وتابعنا كل تفاصيله. وان شاء الله بالليل في السهره الخاصه اللي بتتعمل لمباراه بكره هتعرفوا كل التفاصيل، كل التفاصيل من اساتذتنا. ان شاء الله النهارده بالليل هنعرف كل حاجه وكل صغيره وكبيره عن مباراه بكره. بس اللي انا عايز اقوله، كل الدعم للفريق، وان شاء الله عندنا ثقه، وباذن الله مصر كلها، مصر كلها تبات بكره فرحانه باذن الله. ونادي الاهلي الحقيقه يستطيع ذلك، جهاز فني ومجلس اداره ولاعبين وكل من يعني ينتمي لهذه المؤسسه حتى من جماهيره. النهارده بنقول يا رب يا رب يا رب يا رب. هنرجع لاخبارنا وهنبتدي بفريقنا، فريق كره الطائره سيدات، واللي بياخد بطوله افريقيا في تونس هذه الايام. الحمد لله تاهلنا لدور قبل النهائي، وبنستعد للمباراه تكون بكره ان شاء الله الساعه 7 بتوقيت القاهره، الساعه 6 بتوقيت تونس مع قرطاج. ويمكن ده نهائي مبكر. قرطاج التونسي احد اقوى الفرق في البطوله، ويعني وحامل لقب. اذا مباراه بكره هي مباراه نهائي مبكر، وتاني بكرر لحضراتكم، المباراه تكون الساعه 7 بتوقيت القاهره، 6 بتوقيت تونس الشقيقة. الفريق ماشي بشكل كويس، يعني قدرنا نتصدر مجموعتنا واللي كان معانا فيها الأنابيب الكيني، أحد الفرق المرشحة للبطولة، وفزنا عليه 3-1، وبعد كده أسك الإيفواري، وبعد كده كررنا النتيجة على فريق الأولمبي القليبلي التونسي في ربع النهائي. إن شاء الله بإذن الله بكرة قبل النهائي يا رب نبارك لبعض أيضا، يكون دي قبل دي إن شاء الله تبقى ليلة أفريقية إن شاء الله خالصة. من تونس للمغرب الدنيا مش بعيدة، يمكن ساعة طيران أو أقل. إن شاء الله قلوبنا ناحية الشمال الأفريقي كله، في تونس والمغرب،
فريق البنات فريق السيدات للكرة الطائرة إن شاء الله بكرة يعبر قرطاج بمحترفات، واللي معاه احنا يمكن المحترفه اللي معانا الاوكرانيه لن تشارك عشان لوائح الاتحاد الافريقي، ولكن كلنا ثقه في لاعبات النادي الاهلي وطبعا الكابتن ونهلة سامح وزميلتها ان شاء الله بكره يقدروا يتخطوا قبل النهائي ونوصل للنهائي اللي هيكون بعد باكر ان شاء الله يوم الثلاث في نفس التوقيت الساعه 7، بس نتخطى بكره ان شاء الله وباذن الله نبارك التصعود للنهائي وباذن الله نبارك بالليل الفوز للنادي الاهلي بإذن الله على نادي الوداد وأن يتوج كبطلا لأفريقيا بإذن الرحمن. طيب خلينا نروح بعد كده لخبر في تنس الطاولة. تنس الطاولة الأهلوية دايما يعني بتقدم كوادر في كل الأفرع، يعني لاعبين مدربين إداريين دكاترة لمنتخبات مصر، وأكبر دليل خبرين الأول. خلينا نبتدي بالسيدات. السيدات في مجموعة كبيرة جدا من النادي الأهلي شاركوا مع منتخب السيدات، شاركت مريم الهضيبي، شاركت هنا جودة، دينا مشرف حتى لعبتنا المحترفة بالخارج في ألمانيا أيضا شاركت، مروة الهضيبي أيضا شاركت، يعني في مجموعة كبيرة من اللاعبات شاركوا في بطولة أفريقيا، ولكن الحمد لله بفضل الله نجحت إحداهن وأصغرهن على الإطلاق هنا جودة إنها تتوج ببطلة أفريقيا بعد ما لاقت مين في النهائي؟ دينا مشرف، يعني صاحبة الخبرات الطويلة وبطلة أفريقيا في قبل النهائي، قابلت دينا مشرف في النهائي، قابلت بطل نيجيريا أنا أقصد هنا، ولكن استطاعت في مباراة ماراثونية إنها تفوز في قبل النهائي على دينا مشرف وتطلع في النهائي تلاعب بطلة أنجولا وتفوز عليها فاطمة بيلو بطلة نيجيريا وأحد أفضل اللاعبات في أفريقيا وتفوز عليها 4-0. ودي طبعا هنا توجت بالبطولة كأصغر لاعبة في التاريخ، 14 سنة وعدة شهور هنا اللي انتوا شايفينها في الصورة، بسم الله ما شاء الله 14 سنة وعدة شهور كأصغر لاعبة في التاريخ تتوج ببطولة أفريقيا للسيدات لتنس الطاولة. هنا بتتصدر التصنيف تحت 15 سنة على مستوى العالم، فإن هي النهاردة تكسب وتكسب مصنفة كبيرة زي دينا مشرف، الحقيقة كل التوفيق لهنا، فرحتنا كتير. وامبارح كل الصفحات بتكتب، امبارح على السوشيال ميديا هنا جودة صاحبة ال 14 عام التي لم تتم حتى الآن عامها ال 15 قلبت الدنيا، بمعنى قلبت الدنيا حرفيا، العالم كله بيتكلم عن هنا جودة بطلة أفريقيا في الوقت اللي هي عندها 14 سنة. بالمناسبة كان حامل اللقب السنة اللي فاتت كانت مريم الهضيبي، أيضا لعبت النادي الأهلي وكانت كسبت أيضا هنا تقريبا في قبل النهائي وصعدت وفازت. يعني النادي الأهلي دايما بيقدم أبطال أفريقيا في كل الألعاب خاصة تنس الطاولة. وطبعا مش محتاج اتكلم عن دينا مشرف، دينا مشرف سفرتنا في المانيا واحد افضل لاعبات التنس الطاولة على مدار التاريخ، وعلى ما اتذكر توجت ببطولة افريقيا 5 مرات يمكن او 6 مرات، 7 مرات صح، 7 مرات دينا مشرف توجت ببطولة افريقيا، يعني معها اللقب ده 7 مرات. دينا مشرف حدث ولا حرج من افضل اللاعبات في تنس الطاولة التي جاءت في تاريخ مصر. الخبر الثاني في تنس الطاولة اللي اسعدنا وهو عمر عصر لاعبنا الاولمبي صاحب المركز الخامس في اولمبياد طوكيو 2020، استطاع انه يفوز في المباراة النهائية على الاسطورة الافريقية صاحب يعني اعوامه الكثيرة كبطل افريقيا ارونا كوادري، فاز عليه بنتيجة 4-3 في مباراة وصلت للشوط السابع بعد ما تعادلوا 3-3. عمر قدر يرجع في النتيجة واللاعب النيجيري كان اتصاب، وعلى فكرة عمر ما لعبش في الشوط المصاب دي الاصابه، وعمر عصر بيتجه للاعب بيطمن عليه وطول المباراه، واتمنى يعني احنا لو كان لينا حقوق كنا نمثلكم اللقطات دي، ولكن ما لعبش على رجل ارونا المصابه، دايما كان بيلعب في اللي فاضل على الصح ايده المظبوطه رجله السليمه، عشان عمر اكبر من ان هو يكسب بهذا الشكل او بهذه الطريقه انه يكسب لاعب مصاب. وبالمناسبة عمر عصر لعب مين في قبل النهائي؟ لعب زميله ونجم النادي الأهلي أيضا محمد البيلي، وكان في كرة ولقطة في هذه المباراة عشان أوريكم أخلاق لاعبة النادي الأهلي، أخلاق لاعبة النادي الأهلي. ممكن نقول عمر عصر، هتقول لي طب ما هو عمل كده مع أرونا، لا بصوا بقى لما لاعبة النادي الأهلي بتلاعب بعض. في أحد النقاط المهمة والمفصلية بين محمد البيلي وعمر عصر في قبل النهائي، الكرة لعبها عصر ولمس الطرف الترابيزه، انتوا عارفين طرف الترابيزه اللي بيحس بيه اكتر اللاعب اللي واقف، يمكن الحكم ممكن ما يشوفهاش، ممكن الكره ما تعملش ريفليكشن وتغير اتجاهها تنزل بشكل توحي للحكم انها لا ما لمستش الترابيزه. وبالفعل حكم المباراه حسبها للبيلي، هنا توقف البيلي واتجه لحكم المباراه وقال له لا الكره لمست الترابيزه والنقطه من حق عمر عصر. هنا دول ولاد النادي الاهلي، هنا لقطة جميلة جدا في قبل النهائي ونقطة مفصلية، كان ممكن البيلي يقول لك اكسب بس ما ينفعش اكسب بهذا الشكل، هو فاهم كويس قوي انه يكسب
بس بمجهوده وتعبه، ولكن بيلعبوا ولعبوا مباراة قوية جدا، وكان ممكن محمد البيلي يتأهل على حساب عمر عاصر، ولكن هي دي أخلاق ولاد النادي الأهلي. وكنا من الحلقتين لو تفتكروا حتى مستر أجوستي لا مدير فني الكرة السلة، لما فريق الكرة الطائرة كسب أفريقيا بعت له رسالة واحنا قلناها على الهواء لجماهير النادي الأهلي، بيبارك لكابتن محمد مصلح حميد وبيبارك لكابتن عبد الله عبد السلام كابتن الفريق، وبيكلم يعني بقية اللاعبين وبيبارك لهم على أساس إنهم أبطال أفريقيا. فهي دي اخلاق النادي الاهلي. النادي الاهلي جوه بيشيل من على اي حد الضغوط، بيخليه يتصرف تصرفات تليق باسم النادي الاهلي. النادي الاهلي كل ده ما بيجيش صدفه، كل اللي انتم شايفينه ده ما بيجيش جوه النادي الاهلي صدفه. طيب خلينا نروح لخبر اخر، يعني خبر جيد برضو للاعبتنا، وزي ما قلت لكم هي اخبار كلها تتعلق بمنافسات اقليميه. لاعبنا مصطفى عسل لاعب السكواش او اللاعب العالمي لاعب النادي الاهلي السكواش، واللي لعب منذ ايام بطوله يعني بطولة دولية بطولة العالم واللي فاز فيها بالمركز الثالث، النهاردة بيلعب بطولة الجونة الدولية لسكواش وطلع لثمن النهائي. مصطفى عسل نجم منتخب الوطن الأول لسكواش ولاعب النادي الأهلي، تأهل لدورة 16 من بطولة الجونة الدولية اللي بتتلعب في الفترة من 27 مايو لحد 3 يونيو اللي جاي بإذن الله، ومجموع جوائزها 180 ألف دولار، رقم كبير. مصطفى كان فاز في دورة 32 على زميله في المنتخب مصطفى السرتي بنتيجة 3-1 في ماتش قعد حوالي 46 دقيقة، وجاءت أشواط نتائج أشواطه 8-11 11-3 11-6 11-6. مصطفى هيلعب بكرة ماتش قوي جدا مع الويلزي جويل ماكين، ماتش قوي يعني ماتش لا يليق بدور ال 16، ده ممكن يبقى في دور الثمانية أو دور الأربعة، ولكن القرعة وقعته كده في دور ال 16. وفي حالة صعوده هيلعب ماتش قوي كمان من الفرنسي اللي أكسب من الفرنسي جورجي مارشيه والبيروفي ديجو الياس، يمكن المباراة دي هتبقى أقوى من اللي جايين. نتمنى كل التوفيق لمصطفى. مصطفى ان شاء الله يمكن محتاج يفوز او يتوج ببطوله عشان يستعيد ثقته بنفسه ويستعيد روح البطولات مره اخرى. خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع بعد الفاصل عشان نكمل اخبارنا، لسه عندنا اخبار كثيره ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم جديد. قبل الفاصل كنا يعني قلنا لحضراتكم او سردنا الاخبار اللي داخل جنان النادي الاهلي سواء لابطالنا او فرقنا. دلوقتي هنقول لحضراتكم او هنسرد معاكم الاخبار المحليه. من اوائل هذه الاخبار هي كره اليد. منتخب مصر لكره اليد عنده بطوله افريقيا قادمه، والقرعه اتعملت يوم الخميس الماضي. الحقيقه القرعه يعني وقعت مصر في مجموعه مصر والمغرب والكاميرون، واول يوم او اول ماتش لينا ما هيكون مع الكاميرون يوم 11 الشهر اللي جاي ان شاء الله. طيب 14 دولة المشاركين، خلينا أقول لكم المجموعات كالآتي. المجموعة الثانية طبعا المجموعة الأولى قلتها لحضراتكم مصر والمغرب والكاميرون، المجموعة الثانية الجزائر الجابون غينيا كينيا، المجموعة الثالثة تونس الرأس الأخضر نيجيريا، المجموعة الرابعة أنجولا كونغو الديمقراطية سنغال زامبيا. ولكن القرعة دي حاجة غريبة حصلت، إنه لأول مرة منذ فترة يعني هيقع في طريقنا تقريبا في قبل نهائي تونس، هيبقى كانه نهائي مبكر زي فريق كره الطائره سيدات بكره عنده قرطاج نهائي مبكر، هيكون نفس الكلام مع منتخب مصر كره اليد. وخلينا اوضح ان البطوله دي ليست مؤهله للاولمبياد، دي مؤهله لبطوله العالم فقط، واول خمس فرق اللي هيتاهلوا. طيب هنا من بعد دور الثمانيه مفيش فرقه هتروح، يعني اللي هيطلع دور الثمانيه اول وثاني من كل مجموعه يطلعوا دور الثمانيه، مفيش فرقه هتروح، حتى اللي هتخسر في دور الثمانيه هيلعبوا عشان يطلعوا الخامس اللي هيروح بطولة العالم. طبعا كاميرا الأبطال كانت موجودة في القرعة وفعاليات القرعة وسجلت مع العديد مع الشخصيات. خلينا نتفرج على التقرير ونرجع لحضراتكم تاني. أنا بهني الاتحاد المصري وأقوله بالتوفيق. يعني حدث آخر كبير إن مصر تستضيف البطولة الأفريقية المؤهلة لبطولة العالم، ده شيء يعني مهم الحمد لله إكمال استعداداتنا، وإحنا دايما كدولة مصرية مستعدين لاستضافة أي بطولة، لكن يعني زي المودلينج اللي موجود دايما في مصر للاستعداد، السيد رئيس الاتحاد دكتور محمد الأمين رئيس اللجنة المنظمة، اللجنة المنظمة فيها
تكوينات مختلفة، جزء منها الاتصال الحكومي بيمثله الوزارة طبعا مع الكيانات الأخرى زي تذكرتي وزي برزنتيشن. الحمد لله بقى في موديلنج يعني شغال، لكن أتمنى التوفيق لمنتخبنا إن شاء الله ونشوف بطولة كبيرة جميلة، سيما إن احنا بعدها نعلن عن أول مرة حاجة كبيرة إن شاء الله بطولة عالم برضو كده في الهاندبول، حاجة هنقولها بعدين يعني. فأنا بتمنى التوفيق بإذن الله. لا شك إن مصر بتضيف لسجلها في التنظيم سجل جديد بإن احنا بنعمل بننظم البطولة الإفريقية، بطولة الأمم الإفريقية. التنظيم بكل خطواته اللي احنا اتبعناها بالدعم الكامل من القيادة السياسية ومن معالي الوزير أشرف صبحي، لا شك انه هو كان خطوة داعمة لينا، وده مش بعيد عن مصر ومش بعيد عن اهتمامات الدولة بالرياضة عامة وبالبنية التحتية وبتنظيم جيد جدا احنا اعتدنا عليه من قديم، يعني من وقت طويل جدا. بدأت ببطولة العالم 99 وكان تنظيم جيد، وبعدين بعد كده عندنا نظمنا بطولات افريقية كثيرة جدا تعادل هذه البطولة، وبالإضافة طبعا لآخر حدث عالمي في وقت صعب جدا عملوا الناس المسؤولة سواء من قيادات الدولة في المجال الرياضي أو القيادات السياسية بشكل عام، كانوا على مستوى الحدث في إن احنا نستضيف بطولة العالم اللي يعني في توقيت صعب جدا في كورونا، فده أكيد بيسهل الأمور بالنسبة لنا. وإحنا طبعا بنتوقع بإذن الله لمنتخبنا القومي إن احنا بإذن الله ما عندناش خلاص رفاهية إن احنا نقول مراكز، احنا دايما هنقول إن احنا عايزين البطولة، بنطمع إن احنا مش البطولات الإفريقية، في البطولات العالمية كمان بنطمع كلنا إن احنا نحقق ميدالية، ومش هنقول أي ميدالية، احنا طمعانين في الميدالية الذهبية سواء في بطولة العالم الجاي أو في الأولمبياد، مصر مش أقل من كده أبدا. مع كل الدعم اللي بناخده ومع كل الاهتمام اللي بتاخده الرياضة في 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 مصر، مع كل الاهتمام ده يجب إن احنا نكون على هذا المستوى، وإن احنا فعلا نقدم شيء يستحق إن احنا نقول دي مكانة مصر وده القيمة الحقيقية ليها. واحنا واثقين تماما في لاعبينا وفي ابطالنا، واثقين تماما في ان الشغل والعلم والاجتهاد والمصابره والمتابعه بيبقوا اساس النجاح، فبنتمنى للمنتخب النجاح ان شاء الله. بس هي بطوله يعني مش سهله زي ما الناس فاكره، المنتخبات الافريقيه دلوقتي اصبحت قويه، بقى عندها يعني كل فريق يمتلك محترفين في الدوري الفرنسي، يعني البطوله مش يعني سهله زي الاول، الناس كلها فاكره ان هي مصر وتونس، لا البطوله فيها في فرق كويسه جدا دلوقتي، في الكونغو الديمقراطيه برضو فرق كويسه، يعني في ناس كتير بتلعب في اوروبا، في كاب فيردي عملت مفاجات البطوله اللي فاتت وصعدت لكاس العالم في مصر، فانا شايف البطوله مش سهله، لو لعبنا وحش هنخسر عادي جدا، لعبنا كويس هنسهلها على نفسنا. بس الاتحاد قرر عشان الوقت ده ما فيش ماتشات تقريبا، يعني كل الاوف سيزون في كل العالم، فشايف ان الاستعدادات هتبقى صعبه، بس الاتحاد قرر ان احنا نشارك في دوره العاب البحر المتوسط، هنطلع يوم 25 تقريبا شهر 6، وبعدين هنرجع على بطولة في مصر ان شاء الله. ان مصر في عز الأزمة كورونا هي الوحيده اللي كانت صدرت ولعبنا كاس عالم في مصر 2021، وانا شايف ان دي يعني مصر هي اللي بدات الاحداث الرياضيه بعد الكورونا، فحاجه مش بعيده عن مصر ومش غريبه عن مصر ان التنظيم يبقى رائع. بيبقى شعور حلو لما تلاقي ان اللعيبه نفسها، لعيبه منتخب مصر كره اليد، عندهم ثقه في بلدهم وثقه في تنظيم البطوله، وحاسين بالفخر ان البطوله في يعني او على ارض مصر. وكل التوفيق لمنتخب مصر الاول لكره اليد. نروح لخبر يخص كره اليد، ولكن نجمتنا ويعني اقول ايه بس يعني اسطورتنا في كره اليد مروه عيد عبد الملك المحترفه في نادي نيس الفرنسي، فازت بلقب هدافة الدوري الفرنسي لكرة اليد سيدات برصيد 143 هدف في 22 ماتش بمتوسط 6.5 هدف للمباراة، وده رقم كبير او يعني متوسط افريج كبير. وكان نادي نيس الفرنسي اعلن تجديد تعاقده مع نجمتنا، نجمة منتخب الوطني، بعقد يتجدد لثلاث سنوات قادمة.
مروه للاسف كانت صابت في نهايه الموسم وعملت عمليه وهي دلوقتي في مرحله التاهيل، وعشان نبارك لها ونطمن عليها معانا مروه عيد عبد الملك نجمتنا من فرنسا. اهلا بيك يا مروه. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. في البدايه طبعا بقول لك الف مليون سلامه، يعني طمنينا على حالتك الصحيه، العمليه اخبارها ايه؟ التاهيل اخباره ايه؟ والله الله يسلمك. اول حاجه بس انا متشرف ان انا موجوده مع حضرتك النهارده، وميرسي جدا ان انت عم تقدمك كده. ده كان عملت العمليه يوم 3/5، كان عندي قطع في الغضروف، وهو الحمد لله رب العالمين يعني مكمله في العلاج الطبيعي بتاعي واحده واحده كده الحمد لله، يعني الواحد ان شاء الله تقدم الحمد لله. ربنا كريم الحمد لله وكويس، يعني الحمد لله انه يعني دلوقتي اوف سيزون تلحقي تعملي ريكفر نفسك، والحمد لله برضو ما خسرتيش حاجه في الموسم، يعني الف مليون مبروك لقب الهداف، يعني الحمد لله ان يعني ربنا قدر ولطف. الحمد لله والله الحمد لله كابتن هيثم. يمكن انا فاتني بس اخر اربع ماتشات في الدوري، لكن الحمد لله برضه حتى يعني انا لعبت 22 ماتش، بس الحمد لله ربنا كرمني قدرت اخد الهداف. الحمد لله ان الاصابه جت في اخر الموسم خالص. لا ثانيه واحده، ثانيه واحده مروه، يعني انت لعبتي مروه ثانيه واحده، انت لعبتي 22 من اصل 26، يعني لعبت الدوري ناقص اربع مباريات بالظبط، ومع ذلك انت خدت هدف لقب الهداف بالظبط. ما شاء الله. طيب بالظبط الحمد لله رب العالمين. دي حاجه جميله جدا على فكره، وده يؤكد ان انت كنت فارقه عن اللي وراكي بفتره يعني بفرق اهداف كبير. كنت فارقه عن اللي ورايا بحوالي 22 هدف او 23 هدف، والحمد لله قدرت احافظ على الفرق دوت لحد اخر الموسم الحمد لله رب العالمين. فده كان كرم من ربنا، يعني قدام الصبت وما قدرتش اكمل الموسم، بس ربنا سبحانه وتعالى حب يكافئني ان انا اخد هداف الدوري، فالحمد لله رب العالمين. يعني انت عارفه مروه، لو كنت انت بالمعدل اللي انت بتهدفي بيه 6.5 هدف في المباراه كنت توصلي الرصيد حوالي، حطي على 143 هدف تحطي 26 هدف كمان، يعني كنت ممكن توصلي القرب ال 170 هدف في الدوري، وده رقم كبير ما شاء الله لولا الاصابه. دي حقيقه فعلا، دي حقيقه، بس الواحد دايما بيقول الحمد لله رب العالمين، يعني الاصابه جت الحمد لله حوالي 3-4 شهور ماكسيمم، فالحمد لله فعلا زي حضرتك قلت فعلا مكانها بقى. نفسي طبعا ان انا اجيب احرز اهداف اكتر، بس الحمد لله الخير فيما اختاره الله، يعني فالحمد لله الواحد راضي يعني، فما فيش كده الحمد لله رب العالمين يعني. طب وليه يا مروه انت هتعملي التاهيل كله عندك في فرنسا، ولا ممكن تكملي التاهيل هنا في مصر في اجازه او حاجه كده؟ انا دلوقتي بكمل التاهيل بتاعي في فرنسا من بعد العمليه من يوم 3/5 لحد دلوقتي، لكن هرجع ان شاء الله باذن الله على نص سته كده، هرجع اكمل بقيه التاهيل بتاعي في مصر باذن الله، واكمل اجازتي في مصر، وبعدين هشوف بقى بعد ما اعمل رنين كده في نص سته هعرف باذن الله رب العالمين ابدا الجري امتى، وابدا بقى المرحله الثانيه من العلاج الطبيعي، بس باذن الله هرجع اكمل مرحله العلاج الطبيعي بتاعي في مصر. طب مروه انت يعني مشجعه درجه ثالثه زي حالتنا كده، عامله ايه النهارده في ليله الماتش، ليله ماتش نهائي افريقيا بكره ان شاء الله، انت يعني كلمينا عن طقوسك لمباراه بكره. والله الموضوع صعب جدا جدا يعني، مش قادر احكي لك يعني، الواحد متوتر، بس في نفس الوقت الاهلي عودنا دايما ان هو في المواقف الصعبه بتلاقيه واقف يعني، فاهم؟ واقف زي الكبار زي ما بيقولوا. فماتش صعب جدا جدا، ماتش ملوش ختامات، ماتش فاينل 90 دقيقه، فلازم نكون حاضرين ذهنيا كلنا المنظومه كلها، انا بقول كلنا يعني كلنا المنظومه كلها، ما فيش في ايدينا اي حاجه غير ان احنا ندعي وان شاء الله يكون التوفيق من ربنا، ويكون رجالتنا اللي احنا مبسوطين فيها بيت وشناوي وقفشه والناس كلها، كل الرجاله اللي موجوده اي 11 هيلعبوا يقدروا ان شاء الله يشرفوا النادي الاهلي، ويقدروا ان شاء الله باذن الله يحضروا ان شاء الله يحرزوا لقب ال 11 باذن الله رب العالمين. بتهيألي يا مروه لو كنت يعني سليمه ما كانش في اصابه او حاجه كنت هتطيري على المغرب صح؟ طبعا والله العظيم ما فيهاش كلام يعني، للاسف عندي جلسات، عندي علاج طبيعي، وما فيش نصيب يعني، ما فيش حاولت والله، بس ما فيش نصيب خالص، لكن ان شاء الله تبقى مكافاه كبيره ليا، وتبقى ختام موسم بالنسبه لي انا بس، مش بالنسبه لكل الاهلاويه، ان شاء الله باذن الله رب العالمين ناخد بطوله افريقيا لتاني سنه على التوالي باذن الله رب العالمين، يبقى ريكورد ما تحطش افريقيا كلها ان شاء الله. ان شاء الله نكسب بكره ونكلمك ونحتفل معاكي، ولما ترجعي ان شاء الله في اجازه مصر هتشرفينا ونحتفل مع بعض باذن الله بالبطوله ال 11. مروه اللهم امين، اللهم امين. مروه بشكرك شكرا جزيلا، مروه عيد عبد الملك نجمتنا المحترفه في نيس الفرنسي، بشكرك شكرا جزيلا، كانت معانا عبر الهاتف من فرنسا، اللي احنا بنقول لها طبعا الف مليون مبروك عشان فازت بلقب هدافه الدوري الفرنسي برصيد 143 هدف في 22 مباراه من اصل 26، لانها اتصابت ما لعبتش اربع مباريات، فده بيدل على تفوق
الحقيقه مروه بشكل كبير، واللي بنقول لها كمان الف سلامه عشان هي عملت عمليه وتتاهل ان شاء الله، ربنا يكرمها وترجع افضل من الاول انها تستحق، وهي من احد اساطير ونجمات النادي الاهلي على مدار التاريخ في كل الالعاب الحقيقه. طيب خلينا نروح للخبر المحلي اللي بعد كده، وخبر يتعلق بالسباحه. فريده عثمان سمكه مصر الذهبيه تفوز بفضيه ميري بطوله ميري نستروم للسباحه اللي بتتلعب في اسبانيا. يمكن فريده حققت الميداليه الفضيه في منافسات سباق 50 متر فراشه بعد ما حققت زمن وقدره 25.73 ثانيه، وجت ورا بطله فرنسا واللي حققت الذهب. ودي مش الميداليه الوحيده لفريده في البطوله، لانها كانت حققت الميداليه الفضيه برضو في سباق 100 متر فراشه بعد ما كانت حققت زمن وقدره 59.36 ثانيه، وكانت جت ورا بطله هولندا. حقيقه خلينا اقول لكم ان فريده يمكن عندها او السبق الرئيسي ليها 50 متر فراشه، وده سبق مش موجود في الاولمبيات، ويمكن هو ده اللي بيعوق فريده عثمان. انتوا عارفين كل لاعب وله نمط سباق معين، يعني السباحين المسافات الطويله ما يقدروش يسافروا يلعبوا المسافات القصيره، بيبقى كل لاعب زي الجري، جري المسافات الطويله غير جري السبرنتر 100 متر، كل لاعب بيبقى ليه سبق بيتميز بيه. وللاسف فريده عثمان من اللاعبات اللي السبق بتاعها مش موجود في الاولمبيات، ومع ذلك بتشارك في سباقات اخرى زي 100 متر فراشه، ولكن ده مش السبق الاساسي اللي فريده عثمان بتحقق من خلاله الميداليات المعتاده. الف مليون مبروك يا فريده، ونتمنى لها التوفيق ان شاء الله في البطولات القادمه. هنروح لخبر جيد، خبر يخص الريشه الطائره ولكن لاصحاب الهمم او ذوي الاعاقه. شيماء سامي تتوج ببرونزيه فزاعة الدوليه للريشه الطائره لذوي الاعاقه. دي صوره طبعا نجمتنا وبطلتنا البطله المصريه شيماء سامي. شيماء سامي لاعبه منتخبنا الوطني للريشه الطائره لذوي القدرات الخاصه، فازت بالميداليه البرونزيه في بطوله فزاعة الدوليه بتتلعب في الفتره من 25-29 مايو اللي احنا فيه. شيماء كانت حققت الميداليه دي بعد فوزها على الالمانيه الكيروجين بنتيجه 2-1 في دور الثمانيه. وجت نتيجه الاشواط كالتالي 21-19 20-22 21-15. شيماء كانت العربيه الوحيده، اللاعبه العربيه الوحيده اللي قدرت انها تحقق ميداليه في البطوله العالميه دي بعد خروج كل اللاعبين العرب من الادوار التمهيديه ودور المجموعات. البطوله دي كمان من ضمن البطولات القويه واللي محطوطه كبطوله دوليه ليها تصنيف عالمي بتساعد اللي فاز فيها على المنافسه على تذكره التاهل للبارا اولمبيات اللي جايه في باريس 2020 ان شاء الله. واحنا كلنا ثقه ان شيماء تتاهل، شيماء عندها امكانيات كبيره، ويمكن احنا من البدايه متابعينها ومتابعين اخبارها، لان الحقيقه عامله نتائج جيده، حتى المسؤولين عن الرياضه عارفين ده وعارفين اللي احنا بنتكلم فيه. شيماء سامي ان شاء الله ستكون اوائل المتاهلات لان شاء الله باريس 2024. هنطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، هنستقبل بعديه لاعبين ونجوم فريق 15 سنه للكره الطائره ناشئين، واللي حصدوا او فازوا ببطوله الجمهوريه منذ ايام. هيكون معانا بعد الفاصل كابتن نشأت طلعت المدير الفني، واللاعب مصطفى ايمن فؤاد عبد السلام، واللاعب حمزه الصافي، وايضا اللاعب زياد احمد، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن الايام دي هتلاقوا يعني كؤوس كتيره بتيجي جنبي، يعني او هتلاقي اغلب حلقتنا فيها كؤوس، لان ده موسم او وقت الحصاد، حصاد البطولات في نادي الاهلي. فطبعا ما اكثر البطولات احنا محتاجين حلقات وحلقات عشان نجيب ابطالنا. في البدايه برحب بالمدير الفني الفريق 15 سنه للكره الطائره للناشئين، واللي فاز ببطوله الجمهوريه بعد ماراثون كبير منذ اسابيع. اهلا بيك يا كابتن نشأت طلعت. اهلا بيك يا كابتن. اهلا وسهلا بيك كابتن هيثم، شرفتنا والله، واحنا سعداء ان احنا مع حضرتك. يعني لا ده شرف كبير لينا، وحضرتك حققت انجاز كبير الجمهوريه، وهنتكلم فيها وعلى الصعوبات اللي قابلت حضرتك ان شاء الله. معانا وبنرحب باللاعب مصطفى ايمن فؤاد عبد السلام. طبعا الاسم واضح، ويعني زي ما بيقولوا من شبه اباه وجده فما ظلم. اهلا بيك يا مصطفى. ازي حضرتك عامل ايه؟ ومنور قناه الاهلي. يمكن انت عندك كده شويه حكايات وقصص، بس هجي لك بس خلص مع كابتن باشا وجاي لك موضوع كره القدم والطايره وبتاع، جاي لك لان انت عندك بعض الامور المميزه ليك انت. خليك كابتن نشأت تاجي لحضرتك. يمكن كان عندك في بطوله المنطقه لم توفق فيها، رحت بطوله الجمهوريه، استطعت بعد بالرغم من ان انديه الجيزه والاسكندريه بتنضم مع انديه القاهره في بطوله الجمهوريه، ولكن انت فزت بالاصعب. ده جه ازاي يا كابتن؟ ركزنا شويه مع الفرقه، وركزنا مع بعض، وحطينا ايدينا في ايدين بعض مع طبعا الجهاز، دكتور وجيه وكابتن احمد زكريا وقفوا معانا كتير، ساعدونا في حاجات كتير،
النشاط الرياضي ما بخلش علينا في اي حاجه يعني. فركزنا واعتمدنا واتفقنا كلنا ان احنا لازم نحقق بطوله، لان زي ما حضرتك عارف ان النادي الاهلي ما بيعترفش غير بالمركز الاول تاني زي عشر بس. فاحنا اتظلمنا في بطوله القاهره يعني، احنا اتظلمنا كتحكيم وكملاعب. حضرتك عارف ان احنا متعودين ان احنا نلعب في صالات، لعبتوا في ملاعب، لعبنا في ملاعب ملعب خارجيه والاضاءه ما كانتش كويسه والارضيه برده ما كانتش كويسه، فده صعب علينا المهمه. لكن نفس مين الفرقه في القاهره بتروجيت انتوا لعبتوها في الجمهوريه؟ لعبناها في النهائي وكسبناها 3-1 يعني. هي المشكله كان على صاله بقى كان على صاله. صاله ايه كانت؟ كانت صاله مصر للبترول. طيب يعني صاله يمكن هي كان سوق الملاعب ده هو سوق بالظبط. هو سوق الملاعب اللي ادانا كده، انما لما بنلعب على صاله الاداء بيختلف كليا وجزئيا، ما فيش حد يقدر يقف قدامنا. طب يا كابتن يعني ايه الماتشات الصعبه غير الفاينل مع بتروجيت 3-1؟ اكيد في مشوار الفاينل في الطيران فرقه محترمه جدا، في ديلفي فزنا عليها كام الطيران؟ 3-0 3-0 تمام، رايح جاي 3-0. لعبنا الزمالك يا كابتن؟ لعبنا الزمالك وكسبناه في التمهيدي 3-0 وطلعناهم البطوله خالص. فين بقى كان المباراه؟ عندنا وعندهم؟ كان عندنا وعندهم. كان على ملعبهم برضو، ملعب خارجي. وبعد كده جم عندنا في الصاله، فربنا كرمنا 3-0 في جيم 25-8. ما شاء الله. احنا يعني كلنا حطينا ايدينا في ايدين بعض كالعاده بتاعت النادي الاهلي برضو، من اول النشاط الرياضي لغايه اصغر لعيب عندنا. طبعا وركزنا جامد قوي ان احنا ما ينفعش نطلع من الموسم من غير بطوله. طب الطيران الزمالك مين؟ طيران الزمالك، بتروجيت، لعبت وادي دجله، دلفي مثلا؟ لعبنا وادي دجله كسبناها برضو رايح جاي. اي حد كان بيجي قدامنا. طب خلينا نقول نظام بطوله الجمهوريه كان ازاي؟ يعني حضرتك بتقول رايح جاي، هو زي دوري، طب لعبتوه ازاي؟ يعني نظام البطوله كان عامل ازاي منذ البدايه حتى الفاينل؟ هم جم في الاول خلوا البطوله رايح جاي. ممتاز. رايح جاي. بعد كده جم في الادوار التمهيديه اخر ثلاث ماتشات كانوا ورا بعض، وفي وقت يعني وفي رمضان. كان بعد الفطار. برضو ثلاث ايام ورا بعض. ثلاث ايام ورا بعض، طبعا النادي ما تاخرش عننا، عملنا فطار مجمع للفرق كلها وقعدنا مع بعضينا، وكابتن احمد زكريا والدكتور راجي كان بيبقوا معانا. ممتاز. واقفين معانا بصراحه. عرفوا ان النادي الاهلي لازم ياخد البطوله دي. فالولاد كانوا مستعدين جدا، ما كانوش بيفطروا جامد، بياكلوا حاجات كده بسيطه جدا. كان فين؟ في انهي ملعب؟ في مصر البترول. مصر البترول. حتى لو مغرب. الصاله في اسكندريه ولا لا؟ لا لا، مصر البترول دي هنا. اسكندريه البترول اللي في اسكندريه. اسكندريه البترول اللي في اسكندريه. صح. اتكلمنا مع النشاط الرياضي دكتور وجيه وكابتن احمد زكريا، طلعوا لنا وجبات فطار في النادي عشان عارفين اهميه الماتشات دي، عشان ما كانش كان الماتش كان بيبقى 8:30. هتلحق تاكل امتى وتفطر امتى وتلعب امتى؟ لازم يبقى كل ده تحت سيطره المدير الفني. بالظبط. فاستاذنتهم فالناس يعني. انت عندك كام لاعب في الفرقه يا كابتن؟ المفروض 20. 20 لاعب. مساعد معاك حد؟ مفيش تصيد؟ لا، في كان حمزه ياسين وولد اسمه زياد. زياد دول اصغر. دول 13 سنه. 2007 2006 صح؟ وجيب كنت بتطلع 2008 كمان لعبوا معاك؟ بسم الله ما شاء الله. لا بسم الله ما شاء الله. الولاد كانوا على قد المسؤوليه جامد جدا. ما يعني ما يعني هو حكايه ان ثلاث ماتشات ورا بعض للسن دوت صعب قوي. صعب قوي. انا عاجبني ان حضرتك بتتكلم عن فرقتك حلو، عمال تقول هم اولاد رجاله، هم عملوا عليهم. لا بالظبط. عظيمه. حاسس قد ايه الولاد تعبوا؟ جدا. وكان صعبان عليهم بطوله القاهره. وانت تعبت معاهم يا كابتن؟ الحمد لله وربنا كرمنا وفرحنا النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. دايما يا كابتن دايما انت اسم كبير كمان. خلينا نيجي لمصطفى. مصطفى انت لعبت فولي بول من امتى يا مصطفى؟ بقى لي سنه وكام شهر او سنه بالظبط يعني. بليش كتير بسم يعني. بسم الله ما شاء الله. انت بتلعب مركز ايه؟ بلعب مركز ثلاثات. سنتر بلوك. ايوه. طب انت ليه اتاخرت في الفولي بول؟ هو انا كنت بلعب كوره من وانا صغير، وبابايا ما كانش مقتنع ان انا اخش فولي وكده. كان عايز تلعب كره قدم. هو مش كان عايزني ابقى العب كره قدم، كان عايزني ابعد عن الفولي يعني. هو كان عايزني اركز في الكوره وابعد عن الفولي عشان كان عيلتي كلها في الفولي وكده. فكنت نشأة تقنعه ان انا اخش فولي. لا استنى واحده واحده. كنت بتلعب كوره فين؟ في الاهلي. في الاهلي. وقعدت سنين تلعب. من سن قد ايه؟ ثلاث سنين. ولعبت في مين كان بيمرنك في الكوره؟ لا مش فاكر اسامي خالص. بس انت سبت الكوره خالص. وتوجهت للفولي بول. كابتن ناشئ طبعا اقلعك. انت طويل ما شاء الله، طالع طويل لبابا ولجده. بالظبط. كابتن ايمن باباك وكابتن فؤاد عبد السلام طبعا جدك، سكرتير عام الاتحاد الافريقي اللي موجود دلوقتي في تونس. عشان فعاليات البطولتين. يعني انت بقالك سنه. طب انت حبيت اللعبه؟ ما هو من اول ما انا بدات
فانا كنت اصلا بدا اشوف ان انا هكمل ولا لا، فمره في مره لقيت نفسي مش عارف ابعد. يعني الموضوع كان بالنسبه لي انا اتعودت على التمرين كل يوم وكده، حتى في الاجازات بكون عايز انزل. يعني انت حبيت الفولي بول؟ هي جينات يا بيه، جينات. ما بص بابا بابا حاول يعمل لك شيفت كارير خالص، بص مالكش دعوه بالفولي بول، تلف الدنيا. هو لقيت نفسي بقى. طب ليه لفينا اللفه دي يا حبيبي؟ ما جينات يا بابا، الجينات. هو كل ما حد يقابلني يقول لي انت ليه ما جيتش من الاول والكلام ده. طيب انت حاسس ان انت عليت مع كابتن نشأة؟ حسيت حاسس ان انت عوضت؟ ما انت فاتك سنتين ثلاثه، حاسس انت لحقت عوضتهم ولا لسه؟ هو انا من اول ما بدات وكابتن نشأة معايا، فهو يعني من واحد في 13 قال لي انت دلوقتي محتاج تتعلم اللي هو الاساسيات وكده، وسنه ال 15 بقى نبدا نتعلم اللي هو الفولي واخش في اللعب وكده. انا ما كنتش متوقع ان انا في ال 15 سنه ابدا العب في الملعب وابدا اشوف الماتشات عامله ازاي. فلما لعبت كان اهلي وانا كلكم متفاجئين. بس طب قول لي بابا قال لك ايه لما قعد معاك لما شافك بقى تلعب فولي بولي وبتاع؟ هو كان اول ماتش اتفرج عليا فيه كان في 13 سنه، كنا بنلعب قدام الصيد وانا فاكر الموضوع ده. انت متصعد 19؟ لا 13 سنه. 13 ده كده بتقول 19 ازاي؟ 13 سنه كان قدام الصيد. هو جه حضر اول ماتش يتفرج عليه خالص، فهو عملي. كان فاكرني اللي هو لسه ما بعرفش العب اي حاجه ولا بجر ولا صوابع ولا اي حاجه، فلما سيرف اتلعب عليا كان هو قال لي ان انا بالظبط قال لي الجمله دي، قال لي انا كنت متوقع ان الكره تقع في عضنك. مش متوقع ان تطلعها زي حالتنا كده لما نيجي نلعب احنا بولي بالظبط. طلعت الكوره. فهو كان مبهور قوي يعني بالموضوع ده. طب والاستقبال والسيرفات والارسالات والسبايك الحاجات دي دخلت فيها ولا لسه؟ لسه لسه. بس انت مبسوط على اللي انت عملته؟ انا عن نفسي يعني ما كنتش متوقع ان انا اوصل الفتره دي كده المستوى ده. لا بس انت اكتشاف والله العظيم. يعني انت اكتشاف لما لاعب يعمل يغير طبعا من كره القدم للفولي بول ويبقى فيه ثقه والناس تمرنه. ودي لما لقطات من الفاينل دي يا كابتن صح مع بتروجيت؟ صح؟ لقطات من الفاينل. لا بس المستوى عالي ما شاء الله. يعني الفرقتين يعني واضح المستوى، مش بس ان هو فرقتين 15 سنه، لا ما شاء الله المستوى كويس. طب مصطفى خليني اجي اقول لك، يعني طب انت في الفتره اللي كنت بتلعب فيها كوره كنت بتابع الفولي بول ولا مكبر؟ كنت متابع بقى اللي هي حاجات بتاعت اهلي، اتفرج على ماتشات بابايا والحاجات اللي هو كان ده. كنت بتتفرج على الفريق الاول؟ لا لا ما كنتش متابع خالص. كنت مثلا بابايا يكون عنده ماتش مهم اروح اتفرج عليه، ما كنتش فاهم ده بيبقى ايه، بس اكون رحت اتفرج بقى اشجع بابايا وخلاص. خلاص انما مش مهتم قوي الفولي بول. ما كنتش مهتم. طيب يعني لما لعبت الفولي بول حسيت لعبه ممتعه؟ لعبه ممتعه جدا ومحتاجه ذكاء يعني لو سرعه كمان. برافو عليك. طيب يعني نفسك تكمل ولا هتيجي تقول بعد شويه لا يا جماعه انا كده فل الفل انا كده زي الفل يا باشا عليا كده، ولا عايز تكمل بقى؟ لا اكيد نفسي اكمل اوصل للدرجه الاولى ان شاء الله. برافو عليك. طيب ليه المدربين وجهوك تلعب ثلاثة سنتر بلوك؟ ليه؟ عشان طولك؟ لا اولا بالنسبه اصلا لمركزي انا لسه ما طولتش يعني ان انا اوصل لطولي ان انا العب في المركز ده، بس هو عشان كبدايه. كبدايه. عشان لسه قبل ما تكتسب المهارات الكافيه بالظبط، فانت محتاج تلعب في المركز ده عشان هو التلاتة مش محتاج مهارات زي الاربعات والاثنينات والكلام ده. هو كبدايه ابدا ثلاثات. طيب انت لما اتفرجت بدات تتفرج على الفولي بول بقى مين مسك اللي على شايفه يعني؟ يعني بابا بقى خليه على جنب شويه دلوقتي عشان ما تقوليش بابا. يعني طبعا بابا مثل اعلى الناس كتير بس وجده، بس خلينا نتكلم مين مسك الاعلى اكسب يعني ما عدا بابا وجده. في مصر يعني هو في اللي هو دوله لو ثلاثات طبعا دوله الثلاثه طبعا، لكن بره مصر مش متابع. انا رايي محمد عادل احسن سنتر بلوك في مصر دلوقتي بالظبط. انا رايي متواضع. يعني هو وعبه بصراحه، بس دوله المستقبل ليه طبعا عبه خبره كبيره جدا. بس ده طب اصعب ماتش لعبتوه ايه انت وجهه نظرك؟ فاني بطوله في القاهره لا ولا الجمهورية؟ الجمهوريه كان اصعب ماتش بتروجيت اللي هو النهائي. النهائي لان احنا كنا داخلين كنا عايزين نكسب ليه؟ عشان هم خسرونا القاهره، فاحنا كنا هدفنا ان احنا مش بس نكسب البطوله، احنا كان هدفنا ان احنا نكسب بتروجيت يعني ونكسب كتير كمان. يعني نكسب ونكسب كتير مش بس نكسب. كسبنا فرق سكور كمان. بص يعني هو اول ما عمل اول ما حول النادي الاهلي بيقول لك اكسب ومحدش يكسبني على طول. خد الشخصيه ولبس التيشيرت. ما يعني اللي طب في النادي الاهلي تعود على كده. فاحنا عشان ولاد النادي الاهلي ده ابتدينا نزرعه فيهم. برافو. هو احنا ولاد النادي الاهلي، انا ابن النادي الاهلي، فعارف يعني ايه فانيلا حمراء، قيم، مبادئ. فما ينفعش ان لعيب يبقى بيلعب في النادي الاهلي مش فاهم الحاجات دي. نعم. فده احنا كنا بنزرعه فيهم حتى في الناشئين. انا حتى لما كنت ماسك الناشئين انت كنت معاهم في 13 يا كابتن. وطلعت معاهم 15. وطلعت معاهم 15 عشان كده عارف الجيل وعارف جيل ده والولاد دول يعني. السنه اللي فاتت كنت ماسك ال 13 وال 15 برضه. الدكتور وجيه وكابتن احمد زكريا ادوني ثقه، يعني كان حصل ظرف للمدرب عندنا واضطريت تقوم المهمه، فسلمونا المهمه بس دعموني جامد يعني. السنه اللي فاتت برضه واخدين بطوله الجمهوريه وكانوا واقفين معانا بصراحه، فرشحوني السنه دي ان اكمل مع الفرقه. نصهم طلعوا ال 17 واتفضل جزء معين معايا، فربنا كرمنا واشتغلنا على الجزئيه دي
وربنا كرمنا وقدرنا ناخد بطوله الجمهوريه. طب قول لي يا كابتن يعني اسامي فرقتك، يعني احنا بتقول حضرتك معاك 20 لاعب واثنين مصعدين، احنا قلنا اساميهم، مين اسامي 20 لاعب؟ يعني يمكن النهارده يكون معانا ثلاثه منهم، مين ال 17 الباقيين حضرتك يعني لو تفتكرهم؟ شريف، عبد الرحمن، سيف، فراس، يوسف شريف، يوسف لطفي، اللهم صل على عبد الرحمن، ماجد، عبد الرحمن خالد، وكان في هاشم عمرو علواني، وفي هاني عمرو علواني، احفاد الدكتور عمرو، هم دول. وكان معايا بقى حمزه ياسين وزياد. دول مصعدين 2000، دول مصعدين. وبرده يعني ربنا كرمنا وقدرنا ندخلهم في وسط الفرقه، وكان ليهم دور. حمزه ياسين كان ليه دور هايل. في ولد انضم لينا ابراهيم، جانا على نهايه كده القاهره، وفي هشام حجاج، زياد هشام حجاج، برضو ولد كويس ومستقبل للنادي. فالاثنين دول برضو ضافوا للفرقه. في ايهاب ثابت عنصر اساسي. انت يعني شايف الفرقه دي فيها عناصر كتير يعني وعلي. فيها عناصر مميزه. بس يعني هم خمسه سته اللي هيقدروا يفيدوا فوق. ولسه هو كمان عشان السن دوت لسه لسه الطفره الجسمانيه لسه جسمه مبانش. في ناس ممكن السنه الجايه تلاقيها جات لها طفره، أكيد. ممكن أكيد. السنه اللي بعدها. بس دلوقتي بالوضع ده في سته من الفرقه بروميسنج او واعدين. في شريف سنتر بلوك كويس، عبد الرحمن اربعات، طنطاوي سيف بصير كويس، فراس ليبرو كويس. فالناس دي لو اشتغل معاه كمان ان شاء الله اكيد يعني لسه عندهم اربع سنين. وعايز اعرف بقى من حضرتك يعني اللاعبين اللي استعانوا بيهم في 17 19. بس استاذنك نطلع فاصل اعزائي المشاهدين، هنطلع لفاصل واتكلم مع كابتن نشأت بعد الفاصل عن اللاعبين من تحت 15 واللي بيتم تصعيدهم ل 17 و19 وساعات الفريق الاول، وده هيكون بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع ابطال الجمهوريه الفريق 15 سنه الناشئين الكره الطائره، واللي استطاع ان هو يفوز ببطوله الجمهوريه بعد مباريات قويه خاصه في النهائي مع بتروجيت. كنت بتكلم مع كابتن نشأت طلعت المدير الفني قبل الفاصل عن اللاعبين وعددهم المصعدين عندك لمراحل اكبر من مرحله 15 سنه. مين يا كابتن؟ كان عندي اثنين، احنا مصرح لينا ان احنا في كل مرحله يطلع اثنين بس. تمام، خدوا من عندك مين؟ شريف وعبد الرحمن. شريف سنتر رحمن. بلوك وضريب اربعات. دول اللي طلعوا لعبوا 17 وكان لهم دور فعال مع ال 17. ممتاز. يعني كان لهم دور فعال، كانوا بيلعبوا معظم الماتشات اساسي. ده كان بيفيدك لما ينزلوا يلعبوا معاك يا كابتن؟ كان بيفيدني، بس بيجي في اوقات ما كانش بيفيدني قوي لانهم كانوا بيبقوا مجهدين قوي وما بيتمرنوش معاك بالقدر الكافي. هم تمام، بس هم كانوا بيلعبوا خمس ماتشات في الاسبوع. يا خبر ابيض. فناقشت طبعا مع كابتن احمد زكريا وكان صدره واسع. السن ده كابتن تخبطه يعني السن ده انا كنت في السن ده تخبطني في الحيطه ارجع تاني عادي. الجيل يعني غير الجيل يا كابتن. احنا كنا ممكن نتمرن 3 4 تمارين في اليوم عادي ونروح على النوم بالليل وما نتعبش. الجيل ده غير. يعني لما جيت اتكلمت مع كابتن احمد زكريا قال لي تمام وفهم الموقف معايا. جينا في الجمهوريه ريحه، قال لي عيالك معاك عشان تكسب. قال لي ده دعم بقى. ما ده الدعم. ده الدعم طبعا. قال لي عيالك معاك، احنا عايزين البطوله. بس برضه انا عايز يعني اكلم مصطفى في حاجه، موضوع الامتحانات يا مصطفى. يعني انتوا كنتوا بتلعبوا البطوله الجمهوريه في رمضان صح؟ مظبوط. طب ليه الاستعجال؟ يعني انت كنت بتعمل ايه في الامتحانات؟ انا كنت يعني على قد ما بقدر بذاكر قبل الماتش، يعني بكون مثلا بروح اذاكر، انزل اروح الماتش وارجع تاني اذاكر وانا بنام على نفسي يعني. وكان في رمضان وصيام. وكان في رمضان يعني تروح الصبح تمتحن وترجع تفطر او تقعد شويه وتفطر وبعد كده تروح للمباراه. بالظبط كده. وتعيد السايكل دي تاني يوم. ما كانش حتى ايام التمارين، كان ساعات في بطوله القاهره كنا خدنا اسبوع اجازه قبل الماتشات، يعني كنا اسبوع وبعد كده الماتش. الاسبوع ده ما رحناش التمرين، احنا نزلنا على الماتشات على طول عشان نذاكر في الاسبوع ده عشان كان عندنا امتحانات. ده ممكن تتصابوا كده والاداء ما يبقاش كويس. احنا ده اللي حصل فعلا. يعني ممكن ما يبقاش الاداء كويس. يعني كابتن نشأت برضو، طب ايه ده الاستعجال؟ ما احنا في الصيف والدنيا يعني. برضو رساله للاتحاد الكره الطائره، يعني ما تخلوا الدنيا ريلاكس شويه، يعني مش لازم كل حاجه تخلص في الشتاء. احنا كنا زمان بنلعب بطوله الجمهوريه ابتداء من شهر 6 7 بعد امتحانات الولايات. بالعكس دي يبقى ليها اللاعب يتمرن ويبقى المستوى اعلى براحته، ما معلوش ضغط. لكن ده عليه ضغط امتحان، ده درس. كنت بحاول اظبطها ذهنه مش صافي. كنت بحاول اظبطها ان هو خلص امتحان وتعالى اتمرن ان شاء الله لو ساعه ويمشي. كان في ناس كتيره بتعمل كده بصراحه، بيخلص الامتحان يجي قلت لهم كده كده اليوم طاير عندك فتعالى استفيد بيه. كانوا يجوا مثلا بعد هم الامتحان. عندهم منتخب في سنهم؟
في منتخب دلوقتي بس مسمينه منتخب ال 17، في حوالي 6 ولا 7 من عندهم بطوله افريقيا، عندهم حاجه في شهر كام؟ شهر 8. طب ما كان لسه الوقت بدري، اقصد كانت اتلعبت الماتشات بعد العيد، كان يبقى الدنيا اريح شويه والدنيا ألطف. كانت تبقى احسن من كده. يعني قصدي اقول لك ان هو بطوله افريقيا مش في شهر 6 ولا 7 ولا في اخر 8، في اخر 8 يعني اول 9. كان عندنا وقت يعني، كان يقدر يخلص بطوله الجمهوريه في اسبوعين ثلاثه بس تبقى الاولاد واقفه على رجليها. بالظبط صح. بس هو يعني اكيد ده هيؤخذ في الاعتبار. بس في سؤال عايز اساله ليك بقى كابتن، بحكم ان حضرتك كنت 13 و3 15 كنت ماسك السنين ده، وجهه نظري ان السن ده زي ما بتزرع زي ما بتحصد. تمام. اكتر من الدرجه الاولى. تمام. كلامي صح يا كابتن؟ لا صح. يعني السن ده بيبقى قابل للتشكيل؟ هو السن طول ما هو صغير هتعرف تشكل وتصلح الغلطات اللي عنده، لكن لو هو كبر هو خلاص الغلط اتبصم عنده، الطبع عنده، مش هتاخد صعوبه على ما تغيره. يعني الميزه في مصطفى ان هو كان جاي ابيض، فكنا بنوجهه وبنشكله زي ما احنا عايزين. في نقطه بس يا كابتن هيثم، ان ستايل النادي الاهلي غير اي ستايل نادي تاني. بمعنى ان في ناس دلوقتي بتيجي النادي الاهلي احنا بنجيبها مثلا من ناشئين من بره، ستايله وتكنيك لعبه وتحركاته غير ستايل النادي الاهلي، غير سيستم النادي الاهلي. سيستم النادي الاهلي من الناشئين لغايه الدرجه الاولى سيستم واحد. شوف ابن النادي الاهلي او اللي تاسس في النادي الاهلي بيتعرف عليه. بيتعرف. الميزه كمان في النادي الاهلي ان من اول الدرجه الاولى بجهاز بلعيبه لغايه الناشئين كلنا واحد، كلنا بنطمن على بعض. شفت ده يعني كابتن ميدو طبعا مشكورا لما كسبنا الزمالك راح بعت لي، كابتن خالد عوض لما كسبنا الزمالك وبقى متابعنا في الماتشات بعت لي مبروك شد حيلكم كويس البطوله بتاعتكم، فدي روح حلوه ما بيننا وما بين بعضينا. طبعا ما يحسهاش غير النادي الاهلي واولاد النادي الاهلي. اي مدرب من بره هيجي مش هيعرف يتعامل مع السيستم ده وبالروح ده. احنا كلنا طبعا كابتن ميدو، دكتور وجيه، كابتن احمد زكريا، لغايه اصغر مدرب، احنا كلنا واحد في جهاز البنات وجهاز الولاد. احنا كلنا واحد، بنطمن على بعض، بنسال على بعض، بنشجع بعض، ممكن تلاقينا رايحين ماتشات بعض وبنقف في ظهر بعض. الكيان ده كان النادي الاهلي. وده على فكره ما ده بيعمل روح وده بيوصل للعيبه. يعني اللعيبه نفسها لما بتشوف الجهاز كده كله جاي مع بعضه وكله، حتى تلاقي المدرب اللي الاولاد دول طالعين له السنه الجايه شاف الاولاد يلعبوا ازاي، فبتحس ان احنا كل النادي الاهلي يعني اسره واحده. طب يعني انا برضو عايز اسال مصطفى حاجه، يعني انت دخلت على فرقه كانت موجوده، يعني فرقه موجوده بتلعب ماتشات من قبل انت ما تروح لها، حسيت ان انت غريب ولا الفرقه نفسها كلعيبه احتضنوك؟ لا احنا يعني اول تمرينتين ثلاثه كنا احنا بقينا يعني خسر على واحده بالظبط معنى الكلمه. اول ان احنا ما بنستناش، احنا حتى لما بيجي لنا حد من بره بنبدا نتعرف عليه، لان هو حتى لو ما تعرفناش عليه بيبدا متوتر فمش بيعرف يطلع اللي عنده. يعني انت حسيت الفرقه اول ما رحت ما هو من 13 بقى اصحاب طلعنا 15 مع بعض، فانتوا الدنيا بتخرجوا مع بعض طب بعد التمرين بتقعدوا في النادي مع طبعا. بعض؟ ايوه طبعا ساعات بيكون عندنا تمرينين في اليوم، فبنخلص تمرين نخرج نرجع تاني التمرين بالليل وكده. طب وشايف ده انت كوجهه نظرك بقى، يعني انت لسه بتبتدي يعني الفولي بول بقالك سنه يمكن او سنه ونص، شايف ده مفيد في الملعب؟ يعني ده بينعكس في الروح في الملعب يا مصطفى؟ ايوه لما واحد يقع مننا بنعرف نفوقه بطريقته، لان احنا بنكون عارفين هو بنعمل ايه معاه عشان يفوق. طب انت لما بتبقى عايز تفوق بيعملوا معاك ايه؟ لا انا ما بيقعدوا يزعقوا بقى ويشجعوك؟ هم بيقعدوا ايه ويفكروني في حاجات ثانيه، اللي هو انت مش قاعد تقول هنكسب ومش عارف ايه، فين الكلام ده ورينا وكده. والله برافو بالظبط. برافو. طب انت بتروح تقول الفرقه هنكسب وما تلاقوش والكلام ده؟ حتى لو ما بيننا مشاكل، يعني اللي هو مثلا مش مظبوطين مع بعض، واحد مثلا كابتن الفرقه اللي هو زي شريف وكده بيبدا يجمعنا ونتكلم مع بعض وكده لغايه ما نحل المشكله، عشان يبقى هدفه الاول ان احنا نكسب الماتش. يعني 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 انت شايف ان الروح دي بتفرق بشكل كبير. وعلى فكره هو ده برده زي ما الروح دي في الجهاز الروح دي في اللاعبين. الحقيقه الوقت عدى بسرعه يا كابتن، وانا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك كابتن نشأة، شكرا لمدير الفني لقناه النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي ما بتاخرش علينا في اي حاجه طبعا، ولا النشاط ولا دكتور وجيه ولا كابتن احمد ولا بقيه الزملاء. يعني احنا ممكن نستعين بحد يجي معانا في التمرين، ما فيش حد بيتاخر عن حد في النادي الاهلي. طبعا بشكرك يا كابتن وشكرا جزيلا والف مبروك على بطوله الجمهوريه. ان شاء الله نوعدكم بالمزيد باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك مصطفى ايمن فؤاد عبد السلام، نقول ايه النجم الصاعد الواعد في الكره الطائره. بشكرك نورتينا وشرفتينا يا مصطفى. شكرا. اعزائي المشاهدين خليكم معانا، لسه مكملين، هنطلع لفاصل عشان نستقبل بعد الفاصل حمزه الصافي وايضا زياد احمد، عندهم كلام كتير هيقولوه عن بطوله الجمهوريه، ولكن بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد، وعشان نطمنكم على الكره الطائره في النادي الاهلي، يمكن كان معانا الفقره السابقه فريق 15 سنه واللي خد بطوله الجمهوريه. الفقره دي معانا فريق 17 سنه، اثنين من ابرز النجوم اللي خدوا المنطقه والقاهره واللي ساهموا بشكل كبير حتى مع 19 سنه ومتصاعدين، يعني منهم مجموعه الفريق الاول لعيبه يعني لهم مستقبل كبير جدا، ولكن فريق 17 سنه. الفقره اللي فاتت كان فريق 15 سنه. هيكون معانا وبنرحب بيه اللاعب زياد احمد. اهلا بيك يا زياد. اهلا بيك زياد، منورنا في قناه الاهلي. منور حضرتك. ومعانا طبعا لاعب يعني يمكن اقترن اسمه باسم احد الاساطير في الكره الطائره، كابتن حمدي صافي. معانا حمزه حمدي الصافي. اهلا بيك يا حمزه. اهلا بحضرتك يا كابتن هيثم. يمكن دي تاني مره تنور. طلعت ما شاء الله بطولاتك كتير وانجازاتك كبيره. انتوا 17 سنه خدتوا البطولتين يا حمزه. خدتوا المنطقه والقاهره والمنطقه والجمهوريه. الجمهوريه كان الابرز اللي انتوا لعبتوهم مين، او مين اهم المباريات او اصعب المباريات اللي لعبتوها يا حمزه؟ احنا لعبنا الصيد والزمالك ودجله. دجلة. دول كانوا الثلاثه اللي لعبناهم في الفاينلز، ودول يعني كانوا اصعب ماتشات في البطوله. وحتى كابتن نادر قال نفس الكلام. دول كابتن نادر نبيل المدير الفني كان معانا من حلقتين ثلاثه وقال نفس الكلام. يمكن المباريات دي بالنسبه لك كانت بسيطه، انت بتلعب مع الدرجه الاولى كمان يا حمزه. يعني بتهيألي لما بتلعب مع مستوى اعلى وتنزل بالنسبه لكم كلكم يعني بيبقى الموضوع اسهل. هو يعني ممكن يبقى اسهل شويه، بس انت برضو اللي هو ما تستهترش وكده، المفروض برضو تلعب يعني بجديه وكل حاجه عشان اللي هو ما ياثرش عليك برضو على مستواك وكده، بس انت لازم تلعب بكل حاجه عندك وتقدم كل حاجه عندك في الماتش وما تستهترش خالص. طب قول يا حمزه، يعني الناس بتتكلم عنك واخد بالك، بيقولوا ان انت يعني مش بتخاف، لعيب ما عندكش القلق، مش بتقلق، بتنزل الملعب مش خايف، بتلعب اللي عندك. الكلام ده صح؟ صح. يعني سمعته من حد قبل كده بيقول لك الكلام ده؟ يعني انا اصلا لما بنزل يعني بصراحه يعني زمان خالص اكيد لما بدات فوليو كده كنت ببقى قلقان شويه. بس يعني دلوقتي الموضوع ده يعني خلص، ما مش موجود، مبقاش فيه توتر خالص في الماتشات يعني. طب انت واخده من بابا ولا ماما؟ عشان ماما كمان كابتن رحاب الغنام نجمتنا الكبيره في كره السله، وايضا اختي كابتن طارق الغنام نجمنا الكبير، فانت واخده من مين بقى؟ من هما الاثنين بقى. لا هما الاثنين. لا بلاش الاجابات التجمسيه دي. هما الاثنين طبعا اكيد هما الاثنين نجوم، انا بهزر يعني. طيب وهو يعني انت ليه من الاصل ما رحتش سله؟ يعني كابتن رحاب واضح انه مسيطره تماما، انتوا الاثنين رحتوا باسكت، رحتوا طايره، طب ليه ما اخترتش سله؟ انا اتمرنت اثنين وحبيت الفولي اكتر بصراحه، يعني انا ملت الفولي عشان ارتحت في التمرين اكتر. تحت في حبيته، حسيت انت موجود، حسيت انت تلاقي نفسك في الفولي بول مش في الباسكت. بس ده على فكره دي بتبقى حاجه يعني صعبه، يعني بتبقى اللي انت عندك لعبتين وبتميل للعبه الاب اكتر، خاصه الاب والام نجوم، فبتبقى الموضوع يعني. بس هم يتمنوا لك الخير طبعا، يعني يوسف اخوك محترف فرنسا وموجود في المنتخب دلوقتي، فانتوا عيله ما شاء الله يعني اهلاويه بشكل كبير. اجي لك بقى زياد، انت في سنه كام الاول يا زياد؟ انا في اولى جامعه. ايه ده؟ اولى جامعه؟ تدرس ايه؟ هندسه. هندسه؟ ليه كده كلمت في نفسك؟ ليه يا بابا كده؟ ليه؟ ما انا دخلت هندسه ولقيت الموضوع في الاخر صعب جدا، بس لا برافو عليك. انت بتدرس هندسه ايه؟ لسه انا سنه اعدادي. اول سنه، ويعني لسه هتخصص ان شاء الله. عايز تخصص ايه؟ كمبيوتر انجينيرنج ان شاء الله يعني. برضه واخد القسم الصعب برضه؟ انت شكلك بتحب الصعب انت زيك. طب قول لي يعني انت في المباريات دي سواء المنطقه او القاهره، شايف كانت اصعب مين، المنطقه ولا القاهره؟ لا طبعا الجمهوريه كانت اصعب. من انت القاهره؟ انا اسف، ولا الجمهوريه؟ انا اسف. الجمهوريه كانت اصعب عشان في فرق كتير من كل حته، من اسكندريه ومن القاهره والجيزه وكده. بس برضو اصعب انديه الصيد والدجله كانوا القاهره يعني. الصيد في الجيزه مع الزمالك، فهم الاثنين حتى كانوا معانا في الفاينل. يعني احنا الفاينل كان زمالك واحنا والصيد ودجله. يعني الجيزه اقوى من اسكندريه. فرقتين من الجيزه وفرقتين من القاهره، فهي كانت ماتشات اصعب بكتير يعني، وليها حسابات اكتر يعني من القاهره. طب الجمهوريه لعبتوها في رمضان برضو زي 15؟ احنا اخر ماتش الفاينل كان يوم العيد، يعني احنا يعني اللي هو احنا اصلا خلصنا الماتش بعد 12، فكان العيد مع الفاينل يعني. الحمد لله طلعتوا على صلاه العيد على طول. الله، ده ايه الجمال ده؟ وكمان دي كانت احلى عاديه. ولا طبعا. ايه؟ طبعا. الكاس وبتاع وبطولات، احلى عاديه طبعا. طيب قول لي انت بتتصعد مع الدرجه الاولى زياد؟ لا لسه. لسه. طب اتصعدت مع 19 طيب؟ اتمرنت معاهم فتره كبيره يعني في السيزون، بس ما دخلتش معاهم ماتشات. انت مركزك اربعه؟ اربعه. اربعه. طيب يعني اربعه، شايف ايه اللي المفروض يميز اربعه؟ يعني اربعه من بحكم ان انت لسه 17 سنه في بداياتك يعني، لسه يعني من الناشئين، ايه اللي شايف اربعه اهم الصفات اللي لازم تبقى فيه؟ لا اربعه طبعا
بيعمل كل حاجه في الملعب، يعني هو اللي هو بيعمل بيستقبل بيضرب ديفنس بلوك بيرفع كور، فهو يعني هو عنده كل المهارات ولازم يتقن كل المهارات في الملعب عشان يبقى لعيب كبير ويكمل يعني. طبعا جوكر طبعا في البلوكات شغال، الاستقبال الاربعيه اللي بتستقبل بيبقى تبقى هو الاستقبال كله يعني حتى المحترفين اللي بيجوا بيبقوا اربعات بس عندهم مشكله في الاستقبال بيبقوا طبعًا. اغلبهم كده. طيب يعني مين ماسك الاعلى؟ شايف مين انت حابب تبقى زيه طالما انت اربعه؟ طبعا دلوقتي احمد سعيد ما شاء الله عليه، ما شاء الله يعني اكبر ايدل لاي حد يعني. بيجي من ورا ما شاء الله طاير طياره. انت حابب تبقى احمد؟ طب بتنط عليه زيه يعني شوي؟ لا يعني لا كلام بصراحه يعني بتنط عليه زي احمد سعيد؟ لا يعني، يعني حمزه انا عارف انه بينط بس انا بتكلم ما شفتكش قبل كده. طب كويس والله ما شاء الله. طب انت يعني ايه المهاره من المهارات اللي انت قلتها بتحب تلعب؟ يعني في لعيب معلش اربعه يحب يضرب يعني صلاح تقول له اضرب ده شغله او هو طبعا في كل حاجه كويس، في لعيب يقول لك لا انا الاستقبال ده لعبتي في الاربعات، انت انهي مهاره من دول شايفها لعبتك؟ انا بحب الديفنس اكتر الصراحه عشان كنت ليبرو اصلا يعني من انا لسه قالب من سنه مع كابتن نادر اربعات، انا كنت ليبرو فده كانت المهاره الاساسيه. طب بتاعتي. ليه قلبك عشان طولت؟ يعني انا كنت طويل اصلا، كنت ليبرو طويل بس كنت يعني متميز شويه في الاستقبال والديفنس فكانوا بيلعبوني كده عشان كنا محتاجين ليبرو. فدخلوك في اربعه. طيب يعني ماشي فيها كويس بتادي كويس حتى مرتاح يعني في مركز تكون بتاديه باريحيه؟ طبعا اتحسنت كتير وقعدت سنتين اللي فاتت دول اصلا بقلب المركز، طبعا خد مني وقت كتير ومع كابتن نادر وساعدني كتير يعني في المركز بس اتحسنت طبعا كتير وابتديت ابقى في الملعب اساسي شويه وكله. طب اكتر نصيحه كابتن نادر بيقولها لك مديرك الفني؟ انت بتضحك ما اكيد افتكرت حاجه. اكتر نصيحه بيقولها لك دايما قبل الماتشات او دايما بتلاقي فيه غلط دايما متكرر منك؟ وده طبيعي كلنا لعيبه كنا كده يعني، ودايما هو بيوجهك النصيحه دي بيقول لك ايه؟ لا طبعا يعني كابتن نادر دايما بيركز على النفسيه اكتر ويقول لك العب لعبك براحتك وخش مرتاح ما تخافش من اي حاجه واغلط حتى براحتك بس انت العب لعبك وهتلعب كويس عشان هو دايما يعني احنا كلنا كويسين وكل حاجه هو بس ضغط الماتش اللي بيفرق، فانت لو بتلعب كويس ومرتاح وتمام كله هتلعب كويس وهتادي كله. كابتن نادر هادي كمان طبعا شخصيته هاديه في الملعب طبعا. طب اجي لك يا حمزه برضو يمكن يعني انت ما شاء الله بينتظرك مستقبل كويس، يوسف اخوك سابقك مع المنتخب مدير فني المنتخب دلوقتي بيبص على الصغيرين طبعا. يعني نفسك تروح منتخب الكبير؟ طبعا حلمي طبعا اكيد نفسي. طيب وشايف ان ده قرب ولا ان شاء الله؟ يعني انا لو اشتغلت على نفسي باذن الله من الناحيه اللي هو الجيم والفولي وكل حاجه يعني ان شاء الله ربنا يكرمني وابقى منتخب كمان كام سنه ان شاء الله. لا ده ان شاء الله مش كام سنه، خليك فاكر كمان سنه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب يعني لما طلعت الدرجه الاولى واتمرنت معاهم وعشرت لعيبه الدرجه الاولى شايف ايه؟ شايف ايه اللي يميز النادي الاهلي في الدرجه الاولى؟ يعني ايه اللي اتعلمته وشفته وما شفتوش في الناشئين؟ هو انا كده كده لما طلعت يعني كل الناس كانت بتساعدني فوق، كابتن عبد الله عبد السلام وكابتن احمد صلاح وكله، مش عايز انسى حد بس يعني بجد والله هم كلهم كانوا بيساعدونا وبيدوك ارتياحيه ان انت تعمل كل حاجه انت عايزها وتطلع اللي عندك، ما تبقاش اللي هو متوتر في اللعب او اللي هو قلقان من حاجه بس، فهي دي احلى حاجه ان هم بيخلوك خش مرتاح خالص بالظبط مرتاح ومش قلقان من اي بالزبط. حاجه. طب قول لي انت بتتمرن دلوقتي حتى في الاوف سيزون شغال تمرين؟ هو احنا دلوقتي في فتره المنتخب واحنا وقفنا شويه، كنت بروح الجيم كنت ساعات بنزل العب كده فولي شويه بس دلوقتي يعني في فتره المنتخب. منتخب ايه؟ منتخب انتوا متجمعين دلوقتي منتخب 19 ولا 17؟ 19 سنه. 19؟ طيب ومتجمعين فين بتتمرنوا؟ بنتمرن دلوقتي في معادي المركز الاولمبي. مركز اولمبي معسكر مغلق ولا بتروحوا تيجوا؟ لا لا دلوقتي تمارين عادي، المفروض بقى لحد الامتحانات وبعد كده يبقى في معسكر ان شاء الله. طب انت في سنه كام؟ انا ثانيه ثانوي. ثانيه ثانوي يعني برضو متهيألي مش شهاده يعني لسه مش يعني عندك طيب وهو تمرينك في مركز اولمبي بتتمرنوا تمرينه واحده في اليوم يعني كل يوم تمرينه واحده كل يوم ولا ممكن تتمرنوا تمرينتين؟ يعني هو حاليا بنتمرن تمرينتين في اليوم، يعني احنا النهارده كان في تمرين الصبح وبكره هيبقى في تمرين الصبح والنهارده كان في بالليل كل يعني. طب مين اللي بيمرنكم يا حمزه؟ كابتن معانا كابتن حسام شعراوي مدير فني فريق 19 سنه في الاهلي. ومين تاني؟ ده المدير الفني. لا كابتن حسام شعراوي مدرب عام مساعد. مين بقى المدير الفني؟ مدير فني كابتن بتاع اتحاد درجه اولى ولد درجه اولى احمد سمير احمد سمير ده المدير الفني بتاعه.
طب وهو يعني المدرب، هل المدرب اللي ماسك الفريق الاول، خواجه اللي ماسك الفريق الاول، بيجي يتفرج على تدريباتكم وبيشوف انتوا بتعملوا ايه ولا؟ هو في مشرف برازيلي هو ده اللي جه تمرينه النهارده، بس لا بتاع الدرجه الاولى ما جاش. هو بتاع البرازيل ده هو اللي جه النهارده وقعد يتفرج على التمرين. ما هو مشرف برازيل الاتحاد جايبه مشرف على الولاد والبنات، فتلاقي تمرين هنا تمرين هنا تمرين هنا. طب هي بطوله افريقيا بتاعتكم امتى؟ لا لسه ما تحددتش. بس في ان شاء الله. طب قول يا زياد، انت دخلت منتخبات ولا؟ دخلت قبل كده على التجميع بس يعني ما كملتش. طيب وهو يعني منتخبات الطايره بتبقى فيه 15 و17 سنه ولا بتبقى بس يعني الثلاث اعمار دي لها منتخبات كل سنه؟ في 17 و19 و21 المفروض. 21 كل دي اعمار سنيه بتبقى منتخبات. انت دخلت واحد منهم بس ما كملتش. يعني ما قدرتش تكمل. طب يعني برضو اكيد انت ليك حلم، حلمك ايه يا زياد؟ طبعا يعني عشان كل ده بنسجله في البولي. لا في البولي طبعا ان انا اكمل في النادي الاهلي ويوما ما يعني ابقى في المنتخب ان شاء الله وكله. وطبعا بره البولي ان ابقى اتخرج وابقى ان شاء الله افيد البلد ان شاء الله يعني كمان. لا وان شاء الله هكسر الدنيا ما شاء الله. انت عليك ديسنت جدا ومتحدث وخجول شويه بس تتكلم كويس. انا بشكرك يا زياد، نورتيني وشرفتيني وانا سعيد بيه جدا والف مبروك. ربنا يحقق لك كل امالك يا زياد ان شاء الله. وبنشكر حمدي الصافي طبعا نجم 17 سنه وان شاء الله نجم مصر القادم في البولي بول. بشكرك حمزه الصافي، بشكرك شكرا جزيلا نورتيني وشرفتيني. ربنا يخليك يا كابتن هيثم. شكرا اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتنا النهارده مع الفولي بول ومستقبل الفولي بول في النادي الاهلي. بكره ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق لفريق السيدات في قبل النهائي ضد قرطاج، وان شاء الله فريق الكره ايضا باذن الله فريق الكرة ونهائي أفريقيا غدا. عندنا لقاءين أفريقيين في كرة الطائرة سيدات وكرة القدم. كل التوفيق لفريقنا بإذن الله. بشكركم شكرا جزيلا حسن المتابعة، وانتظرونا في حلقة جديدة من الأبطال.